السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لكل من يتابعني. بعض المرات ممكن تدخل بناية معينة أو قاعة معينة تلاحظ اختفاء شبكة الموبايل. طبعا هذا بسبب وجود جهاز، هذا الجهاز يقوم بعملية تشويش على هذه الشبكات. الجهاز مثل ما موجود بالصورة أمامنا يقوم بعملية تشويش على شبكات الموبايل، مثلا شبكات الـ 3G، شبكات الـ GSM، شبكات الـ CDMA، مثلا شبكات CDMA الموجودة بالعراق، كلمات أمنية، اتصالنا وغيرها. شبكات الـ GSM مثل أسسيال، كورك، وزين وغيرها من الشبكات. الجهاز هذا يقوم بعملية تشويش مثل ما ذكرت، يعني أي شخص يتصل على جهازك راح يلاحظ أن الجهاز مغلق أو خارج منطقة التغطية. الجهاز هذا له أشكال وأنواع مختلفة جدا. هذا الجهاز له أقطار مختلفة، يبدأ من 15 متر، 20 متر، وأيضا 500 متر، وحتى كيلو متر. الجهاز هذا موجود بالصورة قطره 15 متر، مثل ما تلاحظون أنه له أشكال وأنواع مختلفة جدا. جهاز له أشكال وأحجام مختلفة. طبعا حبيت أن أوضح الفكرة بشكل بسيط جدا، لأن بعض الأخوة أرسل رسائل على بعض الفيديوهات يسأل أنه يقول ليش ما تشرحها بشكل كامل. طبعا الفيديوهات اللي أشرحها تكون بشكل مبسط، ما أحب أنه أدخل بتفاصيل معقدة ممكن البعض يمل من هذه الأمور، لأنه الفيديوهات اللي أسجلها تكون موجهة لفئات عامة، ما تكون موجهة لفئة معينة. دائما أحاول أنه أقتصر بالفيديو. هذا الفيديو شرحت الآلية أو أنه الأجهزة المستخدمة لقطع شبكات الموبايل على غرفة معينة أو بناية أو حتى منطقة باستخدام هذا الجهاز. طبعا هذا الجهاز له أشكال وأنواع مختلفة. تبدي أسعار هذا الجهاز من 90 دولار، لأن بعض أنواع هذه الأجهزة تقوم بقطع شبكات أو أنه إشارة الجي بي إس. لهنا ينتهي هذا الفيديو، أتمنى أن يكون واضح للجميع. إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار تقدرون تراسلوني. السلام عليكم ورحمة الله.